السلام عليكم. أنا لورنس راندولف، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في الدار البيضاء. أنا فرحان بزاف لأكون هنا معكم اليوم. يوم كبير هذا. فعلا أنا كان عندي فرصة للتكلم مع الناس هنا في المنطقة عن العلاقة بين المجتمع اليهودي والمجتمع المسلمين هنا في المنطقة، وشفت بعيني أنه هذا العلاقة قوية وحاجة زوينة، وبالنسبة لي هذا مثل للعالم، عالم كامل على فكرة، لأن شفنا مقبل صور مختلفة، لكن هنا في المغرب شفنا أنه الناس ممكن عايشين مع بعض بالسلام وبكل الاحترام، ولذلك الحكومة الأمريكية يشجع هذا المشروع مع أكثر من 3 مليون دولار، وهذا شيء التبادل الثقافي واحترام الاحترام الديني شيء مهم في الولايات المتحدة، وهو ثاني شيء مهم في المغرب، ولذلك عندنا علاقة قوية وزوينة مع المغرب للولايات المتحدة. كما تعرفوا هذه العلاقة هي قديمة على فكرة، هي هذا العام نحتفل بالأكثر من 200 عام من الصداقة المغربية الأمريكية، وإن شاء الله أقبل على 200 سنة أكثر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطبيعة الحال ديك ساعة في الحوار اللي قلنا في فريق البقعة في لاصال، قلنا باش الحمد لله احنا عندنا واحد البروجي مهم للطائفة اليهودية في ديال مراكش، لان هو بغينا نضمو بحول الله باش نبنيو ان شاء الله واحد الجامع ديالنا ديال اليهود حدا الكنيسة ديال النصارى وحدا الجامع ديال غيليز، لان هو في وسط غيليز. هذا عندنا واحد البروجي باش نبينوا هذا المثال ديال الخوه اللي كاين الحمد لله، لا فراتيرنيتي والمحبه اللي كاينه، لان هي ما حاجه كما قال واحد السيد ديك الساعه سمعته قال ما بقاش عندنا باش نقولوها، ولا هادشي راه باين مفروض منا الحمد لله عايشين به، انما احنا ولكن احنا خصنا نبينوا لهادشي لاولادنا ولحفايضنا اللي مازال بغا يجيو ويشوفوا اش بناو اش داروا اش بناو والديهم الحمد لله، وجدودنا حنا شدينا من جدودنا، التربيه شدنا من جدودنا بطبيعه الحال، وغاديين في هذيك الطريقه الحمد لله ديال السلم وديال المحبه. انما هذا الشيء بغينا نقدموه لاولادنا ولحفايضنا. هذا المثال ديال اليوم اللي شفتوا اللي جينا ليه اليوم ديال هذا الشجر اللي تنبنيو اللي غرسنا وبغينا نفرقوهم ان شاء الله الاخوان والناس ديال هاد السكان كلهم ديال هاد المنطقه هذه، من طبيعه الحال هذا مثال كبير ومهم بزاف، علاش هاد الشجر كلهم بغيت تفرقوا بلا فلوس. حنا كما شفتوا هاد البلاصه فيها الطريح ديال ربي رافائيل هاكوهين، ومن طبيعه الحال هذه بالمساعده ديال السلطه المحليه مع العمل سعاده العمل مع الاخوان ديال الجمعيه من طبيعه الحال لزيهم لكم بخير. انما كل هذه الشركه كل هذا مع عطاس الكبير، حنا كلنا غاديين يد في اليد ان شاء الله باش ننجحوا ونفرحوا بهذا ونزيدوا القدام ان شاء الله لهذا البروجي، هو مهم بزاف للجميع ان شاء الله. تبارك الله عليكم.